السلام عليكم متابعي عشاق خياطة وتفصيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله. توحشتكم بزاف بزاف بزاف. غبرت هذا الأسبوع، هذا كنعتذر، ولكن دابا إن شاء الله أنا رجعت وغادي نرجع نبقى نحط الفيديوهات كما شحال هذه، يعني فيديوهات يعني كل نهار أو كل يومين. في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا طريقة تفصيل هذا القفطان اللي شفتوا، هذا القفطان على شكل غوب يعني قصير وكلوش. غادي نشوفوا الطريقة ديال التفصيل ديالو. أول حاجة شحال غادي يكفينا لهذا الثوب، لهذا الموديل هذا غادي يكفينا 3 متر. متر غادي نحتاجوه لتفصيل القطعة يعني العليا وقطعة التنورة كيف ما كيبانش في الصورة، لأنه في القفطان فيه عليه حزام يعني ما غاديش تبان داك القصة في الوسط. اذا غادي نحتاجو هذا هو الثوب، غادي يكون هذا هو الطول ديالو 3 متر. اذا هذا هو الطول فيه 3 متر، والعرض دائما ديال الثوب كيكون فيه متر ونصف. اذا غادي نطوي الثوب على نحيدو، غادي ناخذ متر من الثوب، ناخذ متر ونخليو 2 متر للتنوره، يعني غادي نحيدو متر بحال هكا، غادي نطوي الثوب بهذا الشكل هذا. وغادي نحيدو المتر باش نفصلو القطعه العليا والاكمام، اولا ممكن نطويو بحال هذا الشكل هذا، يعني بلا ما تحيدو داك المتر طويو الثوب بحال هكا. هانتوما كيف كتشوفوا طويو الثوب على 2 بالشكل طولي، وعاودوا طويوها على 4 بحيث تحيدو داك الحاشيه ديال الثوب اللي كتكون في الثوب دي، حيدوها باش غادي تستعملوها هذيك في الخياطه ديال السيفه بحال هكا. والجهه المسدوده غتكون ديال الدار، والجهه المفتوحه غادي تكون ديال الامام. هذه هاد الحاشيه هذه اللي كتكون في الثوب ديال السيفه. اذا غادي نجيو من هنا نحطوا المقاس ديال الكتيف، يعني عادي المقاسات اللي كنحطوا دائما. غادي نحيدوا 8 سنتيم ديال العنق وننزلوا ب 3 سنتيم ديال الكتف. هذا الموديل ممكن ديرو حتى البنيتات الصغار، غادي يجي زوين. غادي تحطوا من الكتف غادي ننزلوا بالمقاس ديال التركيز، وغادي نقسموه على 2 وندخلوا ب 2 سنتيم. من هذه النقطه هذه غادي نحدو المقاس ديال الصدر. بطبيعه الحال هذه ما كنحسبوهاش، هاد الحاشيه ما كناخذوش منها المقاسات، ما كنحسبوهاش، يعني غير محسوبه في المقاسات، كنحسبو فقط من هاد هاد الثانيه ديال الظهر، من هنا كنحسبو. غادي نحطو المقاس ديال الصدر بحال هكا ونرسمو دوره التركيز، يعني سهله هاد الطريقة ديال التانية ديال التوب. هي نفسها غادي ديروها على التوب، الطريقة اللي درت على الورق نفسها غادي ديروها على التوب. غادي ننزلو بالطول ارتفاع ديال الحزام بحال هكا، ومن هاد النقطة هادي غادي نحددو العرض ديال الحزام، العرض اللي بغيتو، يعني كيف شفتو القفطان يعني جاي مسانتري على على الجسم، يعني يكون على الجسم ديالكم. غادي نحطو المقاس ديال الحزام وغادي نطلعوا بواحد 2 سنتيم باش ما يجيناش الجوانب منين نلصقوه مع التنوره، ما يجيناش الجوانب طايحه. بحال هكا وغادي نربطوا ما بين الحزام والمقاس ديال الصدر. غادي نجيو لهنا غادي ننزلوا ب 2 سنتيم وغادي ننزلوا ب 8 سنتيم ديال العنق الامام. بحال هكا ودابا غادي نقطع. اذا من بعد ما قطعنا ها هو كيعطينا هذا الظهر مسدود وهذا الامام. اذا حيدنا العنق ديال الظهر، يعني هنا غادي نحدد العنق ديال الامام لان الثانيه جات على الظهر فما ترسمتش على الامام. غادي نعاودها بحال هكا، هذا هو الامام ها هي القطعه ديال الامام.
هادو هادي الحاشيه غادي تسطنا في السفيفه. طبيعه الحال الطريقه ديال خياطه السفيفه سبق لي ودرتها في القفطان، غادي تلقاوها في صندوق الوصف، الطريقه ديال خياطه القفطان بالسفيفه. اذا هذا الامام وهذا الظهر. دابا غادي نفصلوا الاكمام. هنايا الاكمام هذه الجهه المسدوده غنحطوا من هنا، غنحطوا المقاس ديال التركيز، ها هو كننزلوا ب 13 سنتيم. هذه قاعده، هذه المسافه اللي عطاتناها هي كنقسموها على 2 في المنتصف، ونعاودوا نقسموا كل نصف على 2، يعني غنقسموها على 4. الجهه العليا غنخرجوا بسنتيم، والجهه السفليه غادي ندخلوا بسنتيم، يعني هذه غادي تكون تحت الابط وهذه غادي تكون في الكتف، وغادي نرسموا دورات التركيز بحال هكا. غادي نحدد الطول ديال الكم القطان، وغادي نحددوا العرض، يعني الطول والعرض كيبقى يعني ليكم، كل وحده غتحط المقاس ديالها، وغادي نربطوا بين هاد النقط هادو بحال هكا، وغادي نقطع. بحال هكا كيعطيني جوج ديال الاكمام. اذا واللي بقى ليا هاد جوج متر اللي غادي تبقى ليا غادي نقطع بعدا هادي، ها هو هاد جوج متر اللي بقات ليا من الثوب غادي تسنيوها بهذا الشكل هذا، بهذا القنت هذا من هنا باش غادي تجيكم كلوش بحال هكا. تسنيوها على 2 وتعاودوا تسنيوها بحيث هاد الفتحه هادي، هاي هاد الحاشيه هادي وهاد الحاشيه، ملي تسنيو هكا غادي تخليو واحد السنتيم للسفيفه كيف ما خلينا في الامام، يعني كيف شفتو القفطان حتى هو في القفطان التنوره ديالو غتجي تنوره واحده، يعني ما غاديش القطعه ديال الظهر والقطعه ديال الامام، غتجي تنوره واحده دائريه على على الدوره كامله ديال الحزام. وداكشي علاش غادي نخليو هاد السنتيم هذا ديال السفيفه اللي غادي يجي في الامام، ومني غادي نتنيو غادي نتنيو بهذا الشكل هذا بحال هكا، غادي نتنيو وحنا كنخليو هاد الحاشيه هادي هاي. اذا المقاس ديال الحزام ثوب متني على 4، يعني حتى المقاس ديال الحزام غادي نقسموه على 4، وغادي تبقاو هابطين، وانتم كتاخذوا المقاس اللي عندكم في الربع ديال القفطان بحال هكا، غادي تحطوه هنايا. الا بغيتوا ديروا واحد البليات يعني بليات في الامام كيف ما كاين في القفطان، غادي تزيدوا واحد جوج سنتيم ديروهم في الامام من قدام السفيفه، غادي تزيدوا جوج سنتيم على المقاس ديال الحزام باش ديروهم. اذا كتديكو هنا واحد العلامه، وكتحطوا الطول ديال القفطان، تحطوا الطول ديال القفطان من هنا، يعني هو القفطان غيكون قصير على شكل غوب، كتحطوا هنايا هذا هو الطول، وتبقاو غاديين وانتم كتحطوه. تصموا شويه هنا الدوره ديال الحزام شي شويه مائله باش تجيكم داك باش منين تخيط كتجي داك الكلوش بحال هكا، وغادي تحطوا من هنا. هذا هو المقاس ديال الحزام ديال الطول التنوره، وتبقاو غاديين بحال هكا. وغادي ترسمو ودابا غادي تقطعو. بحال هكا غادي تجيكم التنوره دائريه، نتوما كي شفتو ملي غادي تخيط غادي تجي كلوش، تجي التنوره دائريه زائد داك السنتيمات اللي زدتو غادي ديروهم هنا حدا السفيفه، يعني هاد السنتيم هذا ديال السفيفه هادي ما غاديش يتحسب في الخياطه، غادي تنيوه للداخل غتخيطوا عليه السفيفه
بحال هكا. اذا بالنسبه للخياطه راكم عارفين غتخيطوا الكتفين مع بعضهم من هنايا الكتفين، وغادي تخيطوا انتما كتخيطوا وانتما كديروا السيفه، يعني راكم عارفين الخياطه ديال تخيط القفطان. انا غادي نعاود نخلي لكم الرابط ديال الفيديو تخيطه القفطان في صندوق الوصف. يعني المراحل يعني نفس المراحل يعني عاديه، انتما كتخيطوا وانتما كديروا السيفه. ومنين غادي تخيطوا الكتفين والاكمام وتوصلوا لهذا الجزء هذا، غادي تخيطوا التنوره. ما غاديش ديروا الطرسان هنايا باش ما يجيكمش، يعني اصلا غيكون عليه الحزام، يعني ما غتحتاجوش ديروا الطرسان، غادي ديروا فقط، يعني ما غيكونش كذلك في الجوانب، غيكون غير هنايا. وغادي ديروا يعني التنيو من الاسفل، ممكن ديروا الطرسان ممكن تخليوه عادي. او السيفه من الامام وتركب العقاد، انا سبق لي ودرتها، انا كي قلت لكم وغنعاودها، نخلي لكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف. اذا كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، خليو لي التعليقات ديالكم، توحشتهم بزاف، وخليو لي لي جيم، واشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره تشوفوا الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي فيديو حطيته. كنبغيكم بزاف، ونطلقوا فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.